مرحبا أهلا وسهلا فيكم رح نحكي عن نهار الأحد 8 أيلول شو الأخبار الفلكية اللي تطال كيفة الأبراج؟ أكيد اليوم القمر بعده مستمر معنا ببرج العقرب ورح بضل للتنين لغاية الساعة 8 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت بيروت من بعدها بده ينتقل لبرج القوس خلينا نشوف البداية شو الأخبار اللي بدها تطال برج الحمل الحمل أنا بقول لك نهار لا بأس به في تطورات جديدة ب بعض الأمور تتعلق بالعمل والأموال المشتركة في تقسيم الأموال في مكاسب مالية ولكن من ناحية تانية في صرف أموال صرف أموال لسفر صرف أموال لأمور تتعلق ببيتك لشراء عقار وفي اهتمامات بالعائلة وفي اهتمامات بأمور بالعمل بس أنا بقول لك أنه نهار معطاء بكسبك وبتنال الرضا من كافة محيطك أما مواليد برج الثور أنتم من الأبراج اللي اليوم عليك تكون أهدى شوي وعدم الانجراف بالحكم على الآخرين بطريقة خاطئة شوي طاقتك ضعيفة يمكن يصير في تلاسم بينك وبين أحد المقربين وخاصة الزوج أو الزوجة بدنا نطول بالنا بس هيدا النهار على قد ما أنت بتكون هيك عندك إذا بدك طالب بحقك بدك تفصح عن يمكن الناس اللي ما عم تعطيك حقك عم بتحس حالك مهمل ببعض الأمور خاصة مع شركائك بالحياة العملي والزوجي فيك تحكي فيك بس خلي الحوارات هادية وفي أمور تتعلق بعقود وممكن تلقى دعوة دعوة لمناسبة سعيدة واللي هن أحوالهم العاطفية مريحة كتير مناسبة للقاءات والمصارحات الجميلة أما مواليد برج الجوزاء أنتم من الأبراج اليوم في عندك بعد ضغط وشغل ومسؤوليات لك من امبارح ما أنهيت أعمالك بطلب منك اليوم تخلص كل أعمالك وكل واجباتك من دراسات من تخليص وراء من مشتريات يعني شو اللي عندكم إيه لازم بهذا النهار وفي شوية عرقلة بقلب البيت مواليد برج الجوزاء انتبهوا شوي لصحتكم اطلبوا من البعض وجربوا مواليد برج الجوزاء آه يعني تكسروا الروتين في روتين هيك عم يخليكم شوي ملين وممكن تتعرضون لبعض النقد اما مواليد برج السرطان السرطان انا بقول لك نهار حلو في هيك من له مفعم بالحياة وفي إطلالة جيدة وفي جاذبية ونهار بيحمل لك أخبار مطمئنة وأخبار خاصة تتعلق بولادك فرحة مناسبة سعيدة لولد وفي اهتمامات بمصاريف عم تصرف مصاريف للهو للتسلية على بالك ايه فيك مولود برج السرطان لانه هذا النهار فعال الشمس عم تدعمك القمر عم بيدعمك وال يعني في تحركات فلكيه يعني بقول لك بهيدا النهار ان كان بعملك ان كان بالشراء ان كان بالبيع ان كان بامور العاطفيه لانه هيدا النهار كثير حلو ماليا وعاطفيا وممكن تلقى هديه اما مواليد برج الاسد الاسد انت من الابراج اليوم بعدك شوي عم تهتم بعائلتك في أمور صحية شاغلة بالك في شوية كركبة أو عجقة بقلب البيت عم بتحس إنه عجقة يعني مثل شوية مشاكل بدك تجلب, تجرب تحلهم اصلاحات بقلب البيت عم بتحس انه ميل من من البعض من البيت بدهم يعملوا تعزيل، بدهم يطرشوا، بدهم يدهنوا، البعض بده ينقل عم يفكروا بنقله، تغيير ديكورات، اصلاحات، هول كلهم عم بيجوا على راسك مولود برج الاسد، ولكن خليك هيك شوي هاتي مع عائلتك، وفي امور صحيه شوي شغلتكم بقلب البيت متعبتكم، حدا من اهل البيت هيك تعبان صحيا وبنفس الوقت عم تصرف اموال، أمو... اموال على البيت، اموال لإلك، بدنا شوي نشد ايدنا مولود برج الاسد لانه ما عم يبقى معكم مصاري وانتم قود... ايدكم فروطيه لانه ما في اكرم منك مولود برج الاسد. اما مواليد برج العذراء انت بالابراج اللي بعدها طلتك حلوه وعندك هيك حب المغامرات اليوم حب المجازفات واجتماعيتك حلوة لقاءاتك حتى اليوم بتقدر تتخطى أي عقبة بتقدر اليوم تكون متألق بكلامك بحضورك بالعلاقات كافة والبعض بيطالون السفر البعض بيطالون الكلام الـ 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 بنقول اللي بيشهدوا على كلامك يعني بيطلعوا الاطراء وهذا النهار مناسب للبيع للشراء للتجاره المحليه للتسويق آه يعني مولود برج العذراء اليوم فعال هذا النهار على كافه الاصعده بتمنى لك نهار رائع اما مواليد برج الميزان انت من الابراج اللي بعدها امورك لا باس بها بس كانه كتران عليك المصاريف ومشغول بالك على عمل، مشغول بالك على مشروع، مشغول بالك على قضيه، الامور بدها تصير تنجلي شوي شوي بدنا نطول بيننا مولود برج الميزان، واليوم يمكن يكون عندك تسديد فواتير، دفع فواتير، دفع آه مصاريف آه آه هون الامور كلها عم بتطالك بدك تطول بالك ويمكن يكون عندك دعوه على غدا على عشاء يا انت مدعو او معزوم والاهتمامات بعائلتك وصدقني الامور بدها تصير بعد احلى بالكم يوم اللي اما مواليد برج العقرب انت بعدك تعد من الابراج السعيده لانه القمر عندك فاليوم بتقدر تبدا ببدايه جديده بتقدر تتخطى اي شيء في هيك حب وفي سلام بداخلك وبتحس عندك النشاطات الاجتماعية بداية لقصة جديدة بداية لعمل بداية لمصالحة واليوم بقولكم يعني الأمر عندك استفيد منه بأي إطار لأنك أنت محظوظ كثير اما مواليد برج القوس بتمنى عليك تطول بالك بهيدا النهار تعيد النظر باي شيء ما تتسرع ما تاخذ قرارات سريعه وما تحكم على الاخرين وما تصدق هذا هذا اللي بقولكم ما تصدقوا اليوم مواليد برج القوس كل شيء ما يقال لكم ممكن يكون في يعني وعود كاذبه لكم ممكن يكون في كلام يكون بالهواء يعني غير مجدي وتجنب الاشخاص السيئه ما تبدوا ببدايات جديده انتبهوا على اغراضكم الشخصيه انتبهوا بالطرقات باي شيء والامور بتمشي ابتداء من نهار الاحد الاثنين الصبح اما مواليد برج الجدي انت تعد من الابراج اللي بعدك فعال عندك نشاطات اجتماعيه عديده استغل اجتماعياتك استغل الناس اللي يعني اللي اذا عندك واسطه معينه بتطلب يعني تطلب مساعدة من البعض لواسطة معينة البعض بيطالون السفر واللي عم بيشعر مولود برج الجدي بهيدا النهار انه عم بده يقدر يعمل اي شيء بتخطى الامتحان بنجاح شيء تتخطى تخطى اللقاءات الاجتماعات كلها بدات كل الامور جيده وب... بتشعر انه في عندك دعم من الغريب اكثر من القريب، حتى اليوم مولود برج الجدي انا بقول لك انه يمكن يكون عندك تحقيق امنيه، تحقيق رغبه معينه، تواصل مع صديق، ببشرك بخبريه حلوه، مناسبه بتجمعكم مع اصدقائكم وممكن تلقى دعوه واي شيء لازم تطلعوا لازم تكونوا لانه ظهورك محبب، اما مولود برج الدلو انت تعد من الابراج اللي مشغول بالك على امور تتعلق بعمل، أو امور تتعلق بترقيه ويمكن يكون عندك اجتماع، اجتماع مهم مع مسؤول او مع حدا من اهل القياده، ولكن بهذا النهار كمان بطلب منك تطلب المساعدات وخذ النصائح من البعض، ما تخالفوا القوانين، ما تخالفوا الانظمه لا على الطرقات ولا بعملكم، كونوا قد المسؤولية والأمور بتمشي ابتداء من نهار الأفضل ما في شيء سيء بس أنه كونوا محترفين اليوم أما مواليد برج الحوت أنت بعدك مرتاح بعدك تعد من الأبراج السعيدة في أمور شوية يمكن يكون عندك شوية عرقلة بعض مواليد بشي الحوت عم يهتموا بكل التفاصيل اليوم عندهم اتصالات عندهم لقاءات عندهم تنقلات البعض عنده سفر البعض عم بيحضر وراء يعني التحضيرات وراء وراء لمستشفى وراء لسفر وراء لجنسيات يعني هول كل, كل الوراء الحكومية كلها بتكون مسهلة معكم وبقول لك بهذا النهار برح بيكون حلو وإيجابي على كافة الأصعدة حتى بالدراسات وهيك بنكون هنا الأبراج لهيدا النهار ودايما برجك مع أحلى أكيد شوفكن على خير باي